الغالي عامل الغالي والخايب حبيبي عظيم اطلع بدك يا خذ راحتك انا عظيم ربك يا مساء الخير جميعا عاد عليكم ميري كريسمس وسنة جديدة خالية من الوباء. هلا أحيانا تخطر على بالك فكرة تفتكر إنه سهل إنك تنفذها، لما بتجي على أرض الواقع بتلاقي قدامك صعوبات، بس لما الإنسان بيتسم بالقوة والشجاعة والشغف والحب والطموح، لما بيصحى الفنان وكان كل عمره هو عم يركض ورا نوتة موسيقية لعمر شجرة كبيرة فيها كل الألحان وكل الألوان الموسيقية، غفي الصوت بس ضل القلب ضلت الروح هايمة بالموسيقى، وقال له للموتى هلا انت بدك تلحقيني، وقال له للمقام الموسيقي قوم انا بدي اقعد محلك وشو ما بقول لك بتعمل. ذكريات وايام جميله وحكايات ولا الف ليله، الفرحه اليوم كلها من سوريا ابن البلد